ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم نوِّل قلوبنا بالقرآن. آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين. واشفع مرضانا وارحم موتانا ببركة ختم هذا القرآن الكريم. آمين. اللهم ارزقنا توفيق الزيارة حج بيتك الحرام ببركة هذا القرآن. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله.